الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد عني الإسلام عناية بالغة بإقامة وبناء أسرة سوية مستقيمة متماسكة، فالأسرة هي اللبنة القوية التي يتكون منها المجتمع، وعلى قدر تماسك لبنات وبناء الأسرة يكون تماسك وبناء المجتمع، لأن المجتمع إذا بني من أسر مفككة مهلهلة لا يمكن أن يكون قويا ولا متماسكا، لأن الأسرة إذا لم تستطع التماسك فيما بينها فكيف يتماسك المجتمع على اختلاف مشاعر أبنائه. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعلى مستويات عديدة، سواء على مستوى العلاقة بين الآباء والأبناء، بين الأزواج والزوجات، بين الإخوة، نحن نحتاج إلى تماسك أسري كبير. ولعل من العادات الحسنة الجميلة التي يدعمها الشرع ويقويها هو تماسك الروابط والعلاقات الأسرية في هذا الشهر الفضيل. ولا زالت هناك بقية، عندما يأتي هذا الشهر تتبادل المودة والزيارات، وتتبادل التهاني، وتتبادل اللقاءات، وتجتمع على موائد الإفطار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من فطر صائما فله مثل أجره، لم يقل من فطر صائما فقيرا أو مسكينا، من فطر صائما حتى لو كان غنيا، حتى لو كان صديقا، حتى لو كان أبا، حتى لو كان أخا، حتى لو كان صديقا، لأن الدين الحنيف ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن نعنى بالروابط الأسرية والمجتمعية، فنتزاور ويستضيف بعضنا بعضا ويكرم بعضنا بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة جاءه سيدنا عبد الله بن سلام فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجئت إليه فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، وكان أول ما سمعت منه: أيها الناس أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يؤدي أو ما يوصل إلى الجنة في هذا الحديث جعل ثلاثة منها تتصل بالعلاقات الإنسانية، وواحدة فقط هي فيما بين العبد وبين الله: أفس السلام، هذا عمل إنساني. إشاعة السلام ليس فقط مجرد السلام الكلامي، وإنما السلام حب الخير للناس، حب الأمن للناس، حب الأمل للناس، العمل على توفير الأمن والأمان. إفشاء السلام حقيقة وليس شعار. أفشوا السلام، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. ولم يقل أطعموه فقط للفقراء ولا للأغنياء، لأن حتى عندما قال صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام وطعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، كان تحذيرا من أن نعنى بأغنياء ووجهاء القوم دون فقرائهم ومساكينهم. أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام. هذه ثلاثة تتعلق بالعلاقات الإنسانية والأسرية، والرابعة فيما بينك وبين الله: وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كان من العادات الحسنة ولا زال عند بعض الناس التواصل والتواد والتراحم والإضافة والاستضافة والإفطار على مائدة الأسرة، وهي من العادات الحسنة التي يشجع عليها الإسلام، والتي يحث عليها الإسلام، والتي يحييها الإسلام، والتي يسيب عليها الإسلام. نريد أن تعود هذه الأسرة إلى قوتها وتماسكها. ففيما بين الزوجين يقول الحق سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ولم يقل زوجات. وكذلك في سورة النساء أيضا
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. عبر بلفظ الزوج، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، ولم ترد كلمة الزوج في القرآن الكريم بلفظ الزوجة مرة واحدة، وإنما جاءت بزوج، وكأن القرآن اختار من التكافؤ اللغوي دلالة على التكافؤ المعنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. ولكن نلاحظ، الزوج سكن لزوجه، والزوج سكن لزوجها، ليس هي سكن له ولا هو سكن لها فحسب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إن لأزواجكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حق حقا، تكافؤ في الحقوق والواجبات، سكن ومودة. يجب على كل من الزوجين أن يكون سكنا حقيقيا للآخر، حتى نخرج جيلا من الأبناء ليس لديه عقد، لأن المشكلات التي تكون بين الأزواج تنعكس سلبا على الصحة النفسية والجسمية والفكرية والبدنية والعقلية للأبناء، فيخرجون محملين بكثير من العقد. أما الأسر التي تبنى على المودة والرحمة والسكينة، يخرج أبناؤها أبناء صالحين لهم في أبائهم قدوة، ثم أيضا بين الابن وأبيه وبين الأب وابنه، خيركم خيركم لأهله. الوفاء والبر داخل الأسر. نضرب لكم نموذجا. سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرج يوما ومعه صاحب له، فلقيه رجل من الأعراب فسلم عليه، فنزل ابن عمر من على دبته وهش إليه ودعا الأعرابي ورحب به، ثم ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر؟ أعطاه دبته ليحمله عليها، ثم خلع عمامته ووضعها على رأسه. والعرب لا تخلع عمامتها ولا عباءتها إلا على عزيز شديد المعزة. يدرك ذلك من يعرف طبائع القبائل العربية. فقال له من كان معه: صنعت بهذا الأعرابي كل ما صنعت وكان يكفيك اليسير، فما الذي حملك على هذا؟ قال له: انظر إلى الوفاء. قال له: إن أبا هذا، أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر إكرام الرجل أهل ود أبيه. إذا كان ذلك لأهل ود أبيك، فما بالك بأبيك وما بالك بأمك. والرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعندما أتى أحد الناس يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فقال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ففيها فجاهد. ولما جاء أحد الناس يقول: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا وإني أريد أن أتوب إلى الله، قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبر الخالة مما تكفر به الذنوب، صلة الأرحام. ويكفينا في العلاقات الأسرية في هذا الشهر الكريم والحرص على صلة الأرحام قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله أن يجعلنا من واصلي الأرحام، وأن يجعلنا من الواصلين في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من خير الناس لأسرهم ولأهليهم ولأصدقائهم ولأحبابهم،
وأن يرزقنا حسن اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير العباد خير العباد خير العباد أتى بشمس سعادة خير العباد بشمس سعادة حتى يضيء الأرض بالزهاد وله بقلبي وله بقلبي وله بقلبي كل يوم وله بقلبي كل يوم قصة ومحبة في عالم الإنشاد. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.